السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تلاميذ سنة الثانية بكالوريا علوم اقتصادية. اليوم إن شاء الله غنتعرفوا على الدرس ديال لا فورماسيون اللي كيندرج ضمن الجزوء ديال لا جيستيون دي غوسوس هيومان بوغ لا ماتيير ديال ليكونومي اي اورغانيزاسيون ادمينستراتيف دو لونتربريز. الوغ أول حاجة اللي غنتعرفوا عليها هي لا فورماسيون دو بيرسونيل. شنو هي لا فورماسيون دو بيرسونيل؟ يعني لا فورماسيون ديال بيرسونيل يعني هي واحد لانفيستيسمون، يعني واحد الاستثمار بالنسبه للشركه. اذا لا فورماسيون هي استثمار بالنسبه للشركه في المجال ديال الموارد البشريه. هاد التكوين او لا فورماسيون غيحقق لونتربريز واحد لو ديفلوبمون، et il permet aux salariés d'améliorer leurs compétences. Et donc, كيساهم في الديفلوبمون في التطور ديال الشركه، وكيساهم في تحسين الكفاءات ديال لي سالاري. بالنسبه لا فورماسيون، هنا كنتكلموا على لا فورماسيون بيرمانون دي بيرسونيل اللي اصبحت ضروريه بالنسبه لا جيستيون دي غوسوس هيومان. علاش؟ لان c'est un facteur de compétitivité de l'entreprise. هاد لا فورماسيون هي اللي كتحقق التنافسيه بالنسبه للشركه، فاكتور ديال لا كومبيتيفيتي. دونك une entreprise compétitive c'est une entreprise qui travaille sur la formation du personnel. علاش؟ لان يعني l'entreprise il évolue dans un environnement يعني اللي كيتميز بواحد لانستابيليتي، بواحد لا توربيلونس، يعني كيظهروا فيه دائما يعني تقنيات جديده. الوغ هذوك لي سالاري خاصهم يتادابتاو مع لي شونجمون دو لونفيرونمون و لي شونجمون دو بروغري تكنيك. الوغ ملي كيظهروا تقنيات جديده او الات جديده، خاص دائما تكون عندنا واحد لا فورماسيون باش يعني يتعلموا هذوك لي سالاري كيفاش يتعاملوا مع دوك الالات الجديده. الوغ بهاد يعني بهاد لا فورماسيون هادي لونتربريز كتحقق واحد لا كومبيتيفيتي، واحد التنافسيه مع الشركات الاخرى. ندوزو دابا نشوفو لي زوبجيكتيف دو لا فورماسيون، الاهداف ديال لا فورماسيون. شنو هما الاهداف ديال لا فورماسيون؟ لي زوبجيكتيف اي موداليتي دو لا فورماسيون، الاهداف والانماط ديال لا فورماسيون. الوغ بالنسبه لو سالاري، بور لو سالاري شنو كتحقق لا فورماسيون، او شنو الهدف ديال لا فورماسيون بالنسبه لو سالاري؟ شنو الهدف ديالها؟ يعني شنو غتحقق عند لو سالاري؟ تحقق لي واحد لا ساتيسفاكسيون مورال اي رياليزاسيون دو سوا، واحد النوع من تحقيق الذات، وواحد النوع من الارتياح الفكري. تحقق لي اون اوكازيون، سي اون اوكازيون او مناسبه للتطور في هذاك لو بوست، اي لاميليوراسيون دو ريفوني وتحسين الدخل. لو ديفلوبمون دي كومبيتونس دو سالاري كتساهم في تنميه الكفاءات ديال لو سالاري. اما بالنسبه للانتربريز، لا فورماسيون يعني كتساهم في لوغمونطاسيون دو ليفيكاسيتي اي دو ليفيسيونس دو لانتربريز، كتساهم كيكون واحد العامل ديال المساهمه في النجاعه ديال لانتربريز. لاميليوراسيون دو لا برودكتيفيتي، تحسين المردوديه والانتاجيه. مانتينير اي اميليوري لا كومبيتيتيفيتي دو لانتربريز، المحافظه او تحسين المحافظة على التنافسية أو التحسين ديالها. نشوفو دابا يعني لي تيب دو فورماسيون، أنواع ديال لا فورماسيون. عندنا لا فورماسيون إنيسيال، التكوين الأولي أو القبلي. هاد التكوين هذا الأولي أو لا فورماسيون إنيسيال يعني هو واحد المجموعة ديال الكونيسونس ديال المعارف المكتسبة من طرف الأجير أو العامل أو المستخدم قبل ما يدخل المجال المهني، قبل ما يدخل الحياة المهنية، قبل ما يولج سوق الشغل.
إذن العامل كيجيب معه واحد مجموعة من المعارف اللي كنكتسبها في الحياة ديالو اليومية، حياته الشخصية. هادو سي الفورماسيون، سي لا فورماسيون انيسيال. يقدر تكون هاد الفورماسيون هادي جايبها مثلا من ليكول باغ اكزومبل، ولا من سونتر دو يعني في التكوين المهني مثلا، ها قبل ما يدخل يعني الـ يعني الـ الشركة، قبل ما يدخل الشركة يقدر يكون تاني جايبها معاه من الجامعة مثلا. عاد عندنا لا فورماسيون كونتينيو او التكوين المستمر. هاد التكوين كيكتسبو العامل داخل الشركة، داخل الشركة. سي لونسومبل دي كونيسونس اكيز بار لو سالاري ديورون سا في بروفيسيونيل. ندوزو دابا لي مود و موداليتي دو لا رياليزاسيون دو لا فورماسيون. شنو هما الانماط ديال تحقيق التكوين؟ كيفاش كنديرو لا فورماسيون؟ يعني شنو التجسيد ديال التكوين يعني المستمر؟ هنا غي غنفرقوا بين جوج انواع ديال التكوين. عندنا التكوين الداخلي والتكوين الخارجي. لا فورماسيون انترن اللي كتكون داخل الشركه وكتكون الشركه هي اللي كتشرف عليها، دونك اون فورماسيون رياليزي بار لونتربريز ايل ميم. شكون اللي كيديرها؟ كيديرها دي فورماتور اي بروفيسيونيل دو لونتربريز. اما بالنسبه للنوع الثاني عندنا لا فورماسيون اكسترن كتكون على برا خارجيه. هذه فورماسيون رياليزي بار ان بريستاتير اكسترن، يعني مع واحد المكتب او يعني مكتب ديال لا فورماسيون. سي اون كونفونسيون افيك دي زيتابليسمون دو فورماسيون، يعني كندير واحد اتفاقيات مع واحد المؤسسات ديال التكوين، واحد المجموعه ديال مؤسسات التكوين اللي كيديروا ليا لا فورماسيون لي سالاري اللي عند لونتربريز. دونك عندنا الفورماسيون انتر اللي كتكون داخل الشركه، وفورماسيون اكستر كتكون خارج الشركه. ندوزو دابا لي زيتاب، المراحل ديال البلان دو فورماسيون. المراحل، لان ان بلان دو فورماسيون عنده واحد مجموعه من المراحل. هنا عندنا اربعه المراحل. اول مرحله عندها لاناليز اي سانتيز دي بيزوان. دونك اول حاجه خصنا نعرفوها سي لاناليز اي سانتيز دي بيزوان. لونتربريز خاطر تحدد الحاجيات ديالها، شنو هما الحاجيات اللي بسببها غدير لا فورماسيون. مثلا جابت اون ماشين جديده مثلا، ما عرفوش لي سالاري كيفاش يتعاملوا معاها، دونك سي تان بيزوان. هذا سي تان بيزوان، دونك il faut évaluer les besoins en formation. من بعد غندير l'établissement et conception du plan، يعني غندير التخطيط ديالي لو بلان. اشنو فيها التخطيط؟ فيه لا ديفينيسيون دو اوبجيكتيف، فيه l'évaluation، عندنا لا ديفينيسيون دو اوبجيكتيف، l'évaluation تحديد الاهداف، l'évaluation او التقويم ديال تحديد لي مويان يعني الوسائل او الميزان والميزانيات. لا فيكساسيون دو لا دوري اي دو كالندري، يعني شو كل فورماسيون كل تكوين عنده واحد المده معينه. سيليكسيون دي بينيفيسيار، شكون المستفيدين من هاد لا فورماسيون. عاد عندنا لي شوا دو تيب دو فورماسيون اي دو ليو، المكان والنوع ديال لا فورماسيون. من بعد عندنا الرياليزاسيون دو بلان، تحقيق ديال هذاك لو بلان اللي درنا، يعني التجسيد ديالو في ارض الواقع. داكشي اللي كان عباره غير عن تخطيط ولا كونسيبسيون، الو غنجسدو في ارض الواقع لابليكاسيون لا رياليزاسيون. الور لا رياليزاسيون دو بلان سي ليكزيكوسيون، التنفيذ، اي سويفي دو بلان دو فورماسيون، التنفيذ وكذلك التتبع ديال لو بلان دو فورماسيون. عاد اخر مرحله اللي كنجيو ليها، المرحله الاخيره، يا ليفالواسيون دو بلان، تقويم ديال لو بلان. غنعطيو التقويم واش ناجح ولا ما ناجحش. كيفاش كيكون هذا التقويم؟ الور كنحدد، يعني كندير نشوف الفارق ليكار ما بين لوبجيكتيف فيكسي اي لوبجيكتيف رياليزي، يعني نشوف الفرق ما بين الاهداف المحدده والاهداف المحققه، وشنو في الفرق بيناتهم، واش تحققوا هذوك الاهداف ولا ما تحققوش ديال لا فورماسيون. الور بخلاصه كان هذا هو الدرس ديال لا فورماسيون بالنسبه لا جيستيون دي ريسورس هيومان. الور كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا لا فيديو. الى عجبتكم ما تنساوش تبارطاجيوها افيك فو زامي، تشتركوا في القناه اللي مازال ما تشتركش معنا، اشترك في القناه باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا. كنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.